citizens and all the peace-loving nations embraced by the United Arab Emirates under his astute leadership. With a touch of tender gratitude to our development leader, and in order to nurture the development of human beings and to substantiate the Chinese culture, this invitation is for all to express feelings towards the United Arab Emirates and to celebrate this nation. Thank you.
أنت شبل زايد الذي شرب من نبعه أعذب الخصال وأنبلها وأسماها، فلا خوف على شعب خليفة زايد قائدها. أسأل الله العلي القدير بأن يحمي دولتنا وحكامنا من عيون الحاسدين ويبعد عنها كيد الطامعين، إنه ولي ذلك والقادر عليهم، اللهم آمين. حب الوطن ما هو مجرد حكاية أو كلمة تنقال في عذب أسلوب، حب الوطن خلاص مبدأ وغاية تبصر بها عيون وتنبض بها قلوب. أهنى شعب الإمارات وحكامها باليوم الوطني 43، وأنا سعيد بقيام الاتحاد الذي أسسه ووحده الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، وأتمنى من كل قلبي أن يبقى علم الإمارات شامخا وخفاقا دائما. تقدم باسم آية التهاني والتبريكات إلى دولة الإمارات العربية المتحدة حكومة وشعبا، وعلى رأسهم الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان وسمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة حفظه الله ورعاه. أولا أهني شعب الإمارات بعيد الاتحاد 43، ويجب أن أقدم أكبر التهاني والتبريكات إلى مقام وصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد رعاه وحفظه الله، وأعده أن أكون من الجند الوفي للوطن. أنا الطالب ناصر جابر من الصف السابع ألف، أولا أود أن أهنئ دولتنا الحبيبة وحكام إماراتها بمناسبة 2 ديسمبر، أفضل تهنئة معطرة بشذا الورد والمحبة. فإن سألوني عن الإمارات قلت لهم سألوني عن الإمارات وقلت ازدادت الخيارات. من أين أبدأ في مدحها؟ من أين أبدأ في وصفها؟ ماذا أقول عن إنجازاتها؟ ماذا أفعل لتعميرها؟ يا زايد الخير دمت لأمة، دمت في قلوبنا ولن تهدم أمجاد أشرافنا. عاشت أمة المصطفى محمد وعاشت ما دام خليفة يحكمها. وعشقي لكم سيظل مخلدا، ولكن ما أسعدني أكثر هو تعاونكم وتكاتفكم 43 عام. فقررت أن أقول لكم بيتا من الشعر: 43 عام مودة واحترام، عزة وقوة وكلة انتظام. وفي الختام أود أن أقول جملا قصيرة: شكرا خليفة، وأتمنى أن يصل كلامي هذا إلى حكامنا. فأسمى التهاني والتبريكات لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة حاكم إمارة دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي العهد، ولجميع حكام دول الإمارات العربية المتحدة، وأهني شعب الإمارات الأبي، وشكرا لكم. قدم أسماء آيات التهاني والتبريكات لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وإلى صاحب السمو الشيخ حمد النعيمي، وإلى أصحاب السمو حكام الإمارات بمناسبة العيد الوطني 43. يسرني أن أقف اليوم أمامكم وكلي فخر واعتزاز بهذا اليوم الذي سعى من أجله حكامنا حتى نصل ما وصلنا إليه اليوم، وبالقيادة الرشيدة والحكيمة وتوفيق من الله تعالى وصلنا إلى هذا الطريق. وكما قال المغفور له بإذن الله تعالى: إن الاتحاد طريق القوة وطريق العزة والمنعة وطريق الخير المشترك، والفرقة لا تنتج إلا الضعف، وإن الكيانات الهزيلة لا مكان لها اليوم. أنا الطالب محمد حجة من الصف السابع باء في المدرسة الأهلية الخيرية عجبان، أود أن أهني دولة الإمارات وحكامها وشعبها بعيد اتحادها 43، وأن أشكرها وأشكر حكام وأن أشكرها لاحتضانها ورعايتنا وحبها لنا، وأن أشكر حكامها وشعبها وخاصة الشيخين زايد بن سلطان آل نهيان وراشد بن سعيد آل مكتوم لتشييد صرح الاتحاد والمساهمة في قيام هذه الدولة. السلام عليكم. كل عيد وأنت في قلوبنا أكبر وأعظم، كل عيد ودولتنا في ظلك تكبر وبالرخاء تنعم، كل عيد ودولة خليفة بن زايد آل نهيان تزهو بالتطور والأمن والرقي والسلم.
كل عام وانتم بخير. كل عيد وانت عروس الكون يا داري. كل عيد يا خليفة وانت بخير وانت هادي. عيد ارسد عينه الاباء والاشجار. كل عام وانتم بخير. كل عام وانت عروس الكون يا داري. وطن يتمتع بالجود والكرم والاصاله والطيبي. ارسد عائمه زايد الخير وصار على خطاه خير خلف لخير سلفي. كل عيد وانت ذرة الاوطان. كل عيد وانت بخير وامان. دمتي دار زايد الخير والعطاء. فانت درة العروبة والاسلام. وصف الله وحفظ خليفة خير الحكام. احب شعبه فاحبته كل من الاوطان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل عام وانت عروس الكون يا داري. كل عام وانت قصيدة حب نغنيها. ارفعوا اسم التهاني والتبريكات لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، ولسموه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة حاكم إمارة دبي، ولسموه الشيخ محمد بن راشد النعيم حاكم إمارة عجمان، ولجميع حكام الإمارات حفظهم الله وأهنوا شعب الإمارات لأبي بمناسبة يوم الاتحاد 43. إنني أعيش في دولة يشهد الكون لعظمتها ووحدتها،
وفيها من الخير والعطاء ما يراه الأعمى والبصير. إليك يا إمارات أهديك أطواق الياسمين، وألفك بسنار المحبة، وأعالقك وألثم وجنتيك، فأنت نبع الحنان والخير. أيتها الإمارات، أيتها السبع لآلئ، كل عام وأنت شامخة، كل عام وأنت متمسكة باتحادك. وفي هذه المناسبة الغالية على قلوبنا، اسمحوا لي بأن أتقدم بالشكر والتهنئة إلى سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، ونائبه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وإلى سيدي ولي العهد محمد بن زايد آل نهيان. فشكرا إماراتي على كل الخيرات التي تقدمينها لك تقدمينها لنا. فشكرا إماراتي، وحرسك الله بعينه لا تنام. هلت بشاير فرحة العيد الوطني، فأهلا وسهلا به بعدد ما خفقت القلوب عشقا بك يا إماراتي، بعدد ما غنت ورفرفت الطيور في الأعالي. أهلا وسهلا بالعيد الوطني. أنشأت دولتنا العزيزة عام 1971، عام السعادة الذي أنشئت وأنيرت شمس جديدة في وسط الوطن العربي. وطننا دولة الإمارات، أهنئ كل من يعيش على أرض هذه الدولة، أرض الأمن والإيمان والعطاء، بلد ازدهرت وتطورت في 43 سنة، وهذا رقم قياسي. أهنئ شيخنا العزيز الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، ونائبه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وهذه تحية مني أنا الطالبة أميرة يوسف العزم. هذه الإمارات درة ظاهرة بين كل الأوطان، هذه الإمارات يمين بالخير طالت كل معدوم يعاني، هذه الإمارات سلوم تلقتها أجيال من سالف الأزمان. حب الوطن إخلاص مبدأ وغاية، تبصر به العيون وتنبض به القلوب. حب الوطن إحساس يملأ حشايا، وأنا من دونه في أملال مصروف، يسرني ويس مني أن أرفع أسمى التهاني والتبريكات بمقام صاحب سمو الشيخ خليفة بن زايد رئيس الدولة، وصاحب سمو الشيخ محمد بن راشد، وصاحب سمو الشيخ محمد بن زايد. وطني الإمارات، وطني الإمارات، شروف تتلالم في دمائي. قولوا لي كيف سوف أنسى وطني الثاني. أهنئ الشيخ خليفة على هذا الوطن المتحد والمتماسك، وأتمنى لدولة الإمارات العربية المتحدة، أتمنى لها كل شيء يستحق بالتقدير، وأتمنى لها التقدم والازدهار، أتمنى كل شيء جيد للإمارات. 43 كلنا خليفة وولاؤنا خليفة. أنا لينا إبراهيم، 07000. يا زايد الخيرات نهجك واضح صاف كنبع النهر إذ يتدفق، وحتى آمال القلوب بوحدة في ظلها علم الحضارة يهبق. أتقدم بأسمى التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان وحكام الإمارات السبع بمناسبة العيد الوطني 43، وأتمنى أن تدوم الإمارات العربية المتحدة بنعمة الأمن والأمن في الأمن والأمان والاستقرار. إماراتي أعشقك أحبك، إماراتي يا رمز العشق والشرف والإخلاص، إماراتي أحبك يا إماراتي. أقدم أفضل التهاني والتبريكات لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان باتحاد الإمارات 43. أنا الطالبة ضحى محمد القضام من الصف 07000 المدرسة الأهلية الخيرية. من الله على الإمارات بالخير الكثير، وحباها بقادة متميزين يتصفون بالحكمة، وشعب يحب قادته ويحب وطنه. لهذا صارت الإمارات مكانة مرموقة بين دول العالم، ولهذا أحب الإمارات كل من عرفها وعشقها كل من عاش فيها. واليوم بمناسبة العيد الوطني 43، أتقدم بأسمى آيات التهنئة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد رئيس الدولة، ولصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم،
نائب رئيس الدولة حاتم دبي رئيس مجلس الوزراء ولأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات ولشعب الإمارات، عاهده الله على الإمارات بالازدهار والأمن والرخاء. هشام الخطيب مدير المدرسة الأهلية الخيرية في عجمان. أول شيء بحب أعايد على دولة الإمارات العربية المتحدة بمناسبة الاتحاد 43، وبعايد على الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان حاكم دولة الإمارات وحاكم إمارة أبو ظبي، ونائبه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم إمارة دبي، وبقول لهم كل عام وأنتم بخير، وأدعو إن شاء الله رب الخير والسكينة والأمان على دولة الإمارات العربية المتحدة. أرفع آيات التهاني والتبريك لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ونائب رئيس الدولة الشيخ محمد بن الشيخ نائب رئيس الدولة ولشاعر دولة الإمارات العربية المتحدة، وأتمنى لهم دوام الأمن والاستقرار لهذه